السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد خيال ودرس جديد من دروس التصميم التجاري والإعلاني. في درس النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع موضوع تصميم الكارت الشخصي. في حاجات مهمة وأساسية لازم نعرفها قبل ما نبتدي نصمم الكارت الشخصي، وهي بعض بيانات أساسية لازم تاخدها من العميل قبل ما نبتدي التصميم. في عميل ساعات بيجي لك يقول لك لو سمحت صمم لي بيزنس كارت، بتقول له فين الشعار؟ يقول لك لسه ما عملناهوش. طب فين البيانات اللي حضرتك هتحطها في الكارت؟ يقول لك لسه ما جبناهاش. طبعا ده غلط، ما تبتديش تصميم غير لما يبقى معاك البيانات، لان على اساس البيانات والشعار بتبتدي التصميم بتاعك وبتبنيه. لان وارد جدا لو انت اشتغلت زي ما هو قال لك من غير ما يبقى معاك بيانات ولا شعار، فتبتدي تعمل التصميم بتاعك، التصميم بتاعك يبقى جميل جدا لان انت سايب مساحات فاضيه، لان انت مش عارف ايه اللي هيحصل عندك او ايه البيانات اللي عندك، وتتفاجئ بعد ما تديله التصميم يقول لك جميل وتمام، وبعد ما يديك البيانات تلاقي البيانات كتيره جدا جدا على التصميم، تلاقي ان الالوان اللي انت عاملها مش مناسبه اطلاقا لالوان الشعار اللي هو اداهولك، فبالتالي بتهد التصميم من اول وجديد وتبتدي تبنيه تاني، وده غلط ومضيعة للوقت. فلازم قبل ما بتبتدي تشتغل بيكون معاك بعض البيانات الأساسية اللي هنتعرف عليها دلوقتي. طبعا أول حاجة بتاخد، ما تنساهاش دي أول حاجة، تاخد بيانات العميل اللي هتتواصل معاه. أنا هنا بتكلم على بيانات العميل نفسه مش بيانات التصميم، لأن ساعات العميل ده بيكون مندوب شغال في شركة أو أيا كان إيه، والمندوب الكارت اللي أنت بتعمله ده كارت لشخص تاني خالص أو لشركة تانية خالص، فتتفاجئ إن أنت بعد ما بتخلص الكارت عايز تتواصل مع العميل بتاعك أو المندوب ده، وعايز تديله الكارت وتسلمه له وما انتش عارف توصله او انت نسيت تاخد البيانات بتاعه. فاهم حاجة تكتبها يعني ان انت تاخد بيانات العميل التواصل معاه، سواء رقم تليفونه عشان تبعت له التصميم على الواتساب، او سواء الايميل بتاعه عشان بعد ما التصميم يخلص تبعته له. بعد كده بقى نيجي للبيانات الاساسية المطلوبة. اول حاجة طبعا عشان تاخدها تسأل العميل الشعار واسم الشركة، هل الشعار موجود؟ لكم شعار ولا ملكوش شعار؟ لو ما فيش شعار، لو له شعار الاول هيقولك اه فعلا لنا شعار. طب فين الشعار؟ انا محتاج الشعار ده يكون PDF او AI، يعني ملف فيكتور. ما ينفعش يقولك خش خده من على الفيسبوك، يبقى انت كده دخلت في حتة تانية خالص، او انا هبعتولك في ملف وورد، يبقى كده الشعار ده لا يصلح للطباعة لانه هيبقى صورة ومش هتعرف تعمل له الوان ولا تفرزه ولا الكلام ده كله، ولا هتعرف تتحكم فيه لانه صورة، وارد ان انت عايز تغير الوانه تعمل حاجات فيه، ما ينفعش. فبتقول له لا لو سمحت انا محتاج الشعار ده معاك ملف مفتوح، هل تقدر توفره لي ولا لا؟ في ناس معاها الاصل وبتقدر توفره، وفي ناس ما بيبقاش معاها، وفي ناس ما عندهاش شعار اساسا. طيب لو مش معاه التصميم او مش معاه الشعار، بتقول له طيب وريني الشعار واديني فكره عنه، وبتبتدي انت تفهمه تقول له انا هعيد رسم الشعار من اول وجديد، يعني ده هياخد معايا وقت اكتر في التصميم، وكمان ممكن معايا يزيد السعر بتاع التصميم الطبيعي اللي احنا اتفقنا عليه، لان انت بتقدم خدمه غير تصميم الشعار، انت غير تصميم الكارت، انت بتقدم خدمة رسم الشعار من اول وجديد. بعد كده بتسأله عن اسم الشخص اللي هيتحط في الكارت، المسمى الوظيفي بتاعه ايه، وبيانات التواصل اللي هو هيحطها في البيزنس كارت بتاع العميل ده، زي ايه بيانات التواصل؟ زي رقم التليفون، رقم الفاكس، رقم الموبايل، الايميل الشخصي، لو عايز يحط مواقع التواصل الاجتماعي، لو له ويب سايت وعايز يحطه، كل ده بتسأله عليه وتاخده وتسجله. بعد كده بتيجي المقاس للكارت، بتسأل العميل بتاعك المقاس اللي انت حابه ايه. طيب السؤال برضو ده قرار كتير جدا للمبتدئين، في ناس لسه داخلة فمش عارفة ايه المقاسات بتاع الكارت الشخصي. الكروت الشخصية ملهاش مقاسات ثابتة، يعني في بعض الدول الاوروبية زي ما انا كاتب هنا كده بتستخدم 7.5 × 5 سنتي طبعا، وفي بعض الدول زي ايطاليا وفرنسا وانجلترا والمانيا بتستخدم المقاس اللي هو 8.5 × 5.5 سنتي، وفي امريكا بتستخدم 9.5 × 5 و9.5، وفي طبعا اليابان وغيره وغيره وغيره. لو عايز تاخد فكرة اكتر عن موضوع المقاسات بالظبط، ممكن تفتح النت وتكتب بس مقاس البيزنس كارت او بيزنس كارت سايز، هيطلع لك الموقع، هنا هتلاقي فيه كل البيانات او كل المقاسات بتاع البيزنس كارت. هنا كاتب لك الدول اهو، ده المقاس الايزو، وهنا كاتب لك ان ايطاليا وفرنسا والمانيا واستراليا واسبانيا والكلام ده كله وتركيا بتستخدم المقاس ده. انت عندك هنا المقاس بالملي وعندك هنا بالانش، فانت خليك في الملي، بيقولوا لك ان هما بيستخدموا المقاس ده. وعندك اليابان هتلاقي ليها مقاس تاني، وعندك كندا، وعندك هونج كونج وشاينا وماليزيا ليها مقاس تاني خالص، وعندك ايران ليهم مقاس تاني برضو، وهكذا. طيب نرجع لموضوعنا. طيب الوطن العربي بيستخدم اي مقاس؟ للاسف طبعا الوطن العربي ما زلنا غير متفقين زي كل حاجه ان احنا مش متفقين لسه على مقاس.
الوطن العربي فيه بيستخدموا 9 في 5.5 وفي 9 في 5 وفي 8.5 في 5.5. طيب الخلاصة نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان مفيش مقاس ثابت للكارت الشخصي، ده بيرجع لحسبك انت ذوقك وحسب العميل بتتفق معاه. بمعنى ايه؟ بمعنى اما العميل بيجي لك بيقول له لو سمحت المقاس بتاعك كام، مقاس الكارت كام، عايزه 9 في 5 ولا 9 في 5.5 ولا 8.5 في 5.5 مثلا. في عميل بيبقى عارف بيقول لك انا عايزه 9 في 5، وفي عميل ما عندوش فكرة بيقولك الكارت العادي، معنى ان هو قالك الكارت العادي يبقى انت هتلجأ للمقاسين دول 9 في 5.5 او 9 في 5. العميل ما يعرفش الفرق ما بينهم، انت اللي بتعرف الفرق ما بينهم لان انت اللي هتعمل التصميم، فممكن تلاقي البيانات عندك كتيرة قوي. في عميل ما بيحطش غير اسمه ورقم تليفونه والموبايل والمسمى الوظيفي بس، وفي عميل بيحب يحط عنوان كذا 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 الدور الخامس البناية الفلانية، فبالتالي هتلاقي التصميم بقى زحمة، فبالتالي ممكن تكبره لتسعة في خمسة ونص. في مصر اعتقد بيستخدموا اكتر 9 في 5.5، في الخليج مثلا زي الامارات بيفضلوا جدا 9 في 5، وانا عن نفسي بفضل 9 في 5 لانه بشوفه مقاس مناسب قوي، ولكن برضه يرجع لحسب البيانات بتاعتك. طيب ده هيرجعنا لحتة مهمة قوي قوي اللي اتكلمنا فيها، لازم تنزل تعمل زيارة للمطبعة. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان هتشوف الحاجات اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت اللي هي خدمات ما بعد الطباعة زي الفويل والدايكات والإمبوز، وفي نفس الوقت وانت هناك هتاخد عينات معاك، هتاخد عينات من البيزنس كارت، هتاخد عينات من الفلاير، من البروشور، من الحاجات بعد ما اتطبعت، عينات بتبقى معاك انت بحيث اما العميل يجي لك. طبعا هي بنتكلم ان انت شغال، شخص شغال مع نفسك او عندك شركة هتفتحها ان شاء الله، او حتى شخص شغال شغل حر يعني مش على النت، احنا بنتكلم ان انت هتقابل العميل وجها لوجه. فبالتالي اما العميل يجي لك وتقول له انت عايزه 9 ولا 9 في 5.5، هو ما عندوش فكرة، هو مش هيقدر يحس الفرق ما بينهم ايه، ولكن اما توري له الكارت تقول له والله في ده وفي ده وفي ده، اما يبتدي يمسك الكارت بايديه هيقول لك انا شايف ان ده حلو شويه، لا انا شايف ان ده كبير شويه. فبالتالي مهم جدا ان يبقى معاك عينه من الكروت نفسها، بجانب طبعا من العينه هتوفر عليك ان انت هتخش في حته نوع الورق، فبالتالي لما يمسك الورق هيقول لك انا عايز النوع ده، انا عايز البصمه دي او الذهبي او الحاجه اللي بتلمع دي انا عايزها، فبالتالي هو شاف في عينيه. في حاله ان انت ما بتتعاملش مع العميل وجها لوجه، سواء ان انت شغال في شركه فدي مش بتاعتك خلاص، دي بقى بتاع المدير الفني، الشخص اللي فوقيك هو عارف وهو اللي بيتعامل مع العميل وبيقابله، ما تشغلش بالك بالموضوع، ولكن طبعا تبقى عارف المقاسات ايه. طيب في حاله ان انت شغال فريلانس على النت، فبالتالي انت ما بتقابلش العميل وجها لوجه، فبالتالي برضه بتساله حضرتك عايز المقاس قد ايه، لو هو عنده مقاس معين هتلاقيه دايركت بيقول لك انا عايزه كذا في كذا، لو ما عندوش مقاس معين هيقول لك المقاس العادي اللي انت شايفه، معنى قال لك الكلمه دي يبقى انت هتروح للمقاسين دول 9 في 5 او 9 في 5.5 حسب التصميم اللي معاك وحسب رؤيتك انت. طيب بتساله برضه اسئله تانيه زي اتجاه الكارت هيكون ازاي، هل الكارت هيكون بالطول ولا بالعرض؟ في ناس بتحب تعمل الكارت بالطول جدا وفي ناس بتحبه بالعرض، ولكن السائد بنسبه 95% الكارت بيتعمل عرضي، ولكن وارد برضه ان هو يبقى عايزه بالطول فعمله له كده، اساله السؤال ده والسؤال ده. لو قال لك برضه مفيش مشكله، مفيش اي حاجه عندي اللي تشوفه انسب، يبقى دي ترجع لك انت وانت بتصمم، ممكن تعمل تصميمين، واحد بالطول واحد بالعرض وتعرضه عليه، او ممكن تلاقي ان التصميم بتاعك حلو قوي في الطولي غير العرضي، فبالتالي اشتغل بالطول مفيش مشكله. وممكن بالنسبه للمقاس برضه تلاقيه هو جايب لك مقاس مختلف عن اللي احنا قلناه ده خالص، ممكن تلاقيه جايب لك مقاس مثلا 8 في 4، يقول لك انا شفت الكارت ده مثلا وانا مسافر او في الحته الفلانيه وعجبني جدا، اعمل لي زيه مفيش مشكله، اعمله 8 في 4، اعمله حسب ما هو عايز، يعني زي ما قلنا مفيش مقاس محدد، ولكن النورمال الستاندر 9 في 5 او 9 في 5.5. نيجي للغه بتاع الكارت، بتساله انت عايز الكارت بتاعك ده عربي ولا انجليزي ولا الاثنين مع بعض. في ناس ما بتحبش الكارت بتاعها يبقى انجليزي خالص، بتحب العربي بس، لان حسب الفئه اللي هو بيشتغل معاها، حسب البلد اللي هو فيها، في ناس مش مهتمه بالانجليزي او في بلد مثلا في اقاليم او شيء فمش عايزين انجليزي، او يتعاملوا مع الفئه بتاعتهم مش محتاجه قوي انجليزي، فبيقول لك لا ملوش دعوه الانجليزي ملوش لازمه خلينا في العربي. وفي ناس بتحب عربي انجليزي، يقول لك خلي لي مثلا الوش عربي ووش انجليزي، وفي ناس تقول لك حط لي الاثنين مع بعض، عايز العربي والانجليزي مع بعض في وش واحد وليكن مثلا. بتسأله برضو الكارت بتاعك هيبقى وجه ولا وجهين، في ناس بتطبع وجه وجهين يعني وش وظهر، بيسموه برضو في بعض الدول وجه وقفة، حسب ما انت عايز تشوف انت هتستخدم ازاي. الالوان المستخدمة برضو ده سؤال مهم، هل الكارت بتاعك هيبقى واحد لون ولا اتنين لون ولا اربعة لون؟ طبعا زمان كان الموضوع ده مهم جدا جدا،
نسبه لتوفير في الحسابات يعني، لان كان موضوع الطباعه زمان غالي شويه. دلوقتي الموضوع بقى سهل وبقى فيه ديجيتال والمكن والكلام ده كله، الموضوع رخص، فعاده بيبقى الشغل بتاعك كله 4 لون، الا في حالات معينه وهنتكلم عليها دلوقتي بتلزمك او بتجبرك ان انت تعمل الشغل بتاعك 2 لون او 3 لون او 1 لون حسب نوع الكارت اللي معاك وحسب التصميم بتاعك، وده بيبقى احسن لك انت، وهنتكلم دلوقتي ليه في الحته دي. تاني حاجة او الحاجة الاخيرة موضوع الورق، نوع الورق زي اللي اتكلمنا فيه قبل كده، لازم تعرف نوع الورق اللي هيطبع عليك كارت ايه، وزن الورق ولون الورق. يعني ايه الكلام ده؟ في ورق معين بيبقى انواع معينة، بيبقى كارت هوريكو دلوقتي غير يصلح للتصميم اللي انت هتعمله. كارت النوع الورق بتاعه مش عايز الوان كتير، مش عايز جريديانت، مش عايز خلفيات سوليد، يعني ما تجيش تعمل لي خلفيه سودة او خلفيه لون كحلي كامل للكارت وتحط عليه البيانات بتاعك. في ورق ما بيقبلش الكلام ده. يعني ايه ما بيقبلش الكلام ده؟ يعني بيطلع عليه الكلام ده سيء جدا جدا. وزن الورق برضو مهم معاك. ليه؟ في ورق بيبقى خفيف قوي، ولكن طبعا معروف يعني كروت بتبقى 300-350 جرام بالنسبة للورق نفسه، ولكن في ورق تاني بيبقى خفيف شوية، او العميل ما بيسموهش كارت، يعني ممكن ما يبقاش كارت شخصي، ولكن هو بياخد نفس عوامل الكارت الشخصي، نفس المقاس، نفس البيانات، ولكن هو مش هيبقى كارت، هو هيبقى حاجة تانية، هيبقى حاجة تتوزع في المواصلات، حاجة هتتوزع على عرض، بس هو بياخد نفس المقاس. فبالتالي الوزن مهم جدا، لانه ممكن يبقى وزن خفيف قوي قوي، فبالتالي ما ينفعش برضو الخلفيات السوليد الكبيرة بتخلي الورق طري قوي جدا. يعني تخيل انت حطيت خلفية سودة لونها اسود وجيت حطيتها على الكارت كامل، فبالتالي الاسود بالذات بياخد وقت على ما بيشرب الورق نفسه او بيمسك في الورق او بينشف في الورق، فبالتالي اللون الاسود ده محتاج ورق شوية سميك، لان لو عملنا ورق خفيف قوي مش هيفضل ماسك، هتلاقي الورق حاجة زي المية كده خفيفة قوي معاك، زي ورقة الفلوس كده او اقل كمان منها. فضروري ان انت تعرف وزن الورق. لون الورق برضو مهم. هتقولي يعني ايه لون الورق؟ من المعروف الطبيعي ان الورق بيجي لونه ابيض وانت بتبتدي تطبع عليه، ولكن في ورق بيجي بالوان تانية، بيجي لونه بيج، في ورق بيجي لونه جريز، نفس لون الخلفية اللي احنا عندنا دي. فبالتالي تخيل انت عندك ورق لونه جريز زي ده او كده او رصاصي غامق، وجيت انت عملت عليه مثلا، كنت بتكتب عليه بالاسود او عامل الشعار فيه حاجات اسود، او الكتاب اسم الشخص اسود او اسم الشركة، وجي هو اختار ورق زي ده وطبعت عليه، تخيل اسود مع اللون ده مش هيبان. يعني تخيل لو انت عندك ده اسود كده دلوقتي في التصميم بتاعك وعملته كده، مش هيبقى باين. فبالتالي لازم تعرف لون الورق اللي انت هتستخدمه ايه. تعالوا نبص سريعا على موضوع لون الورق واوريك الفرق البسيط جدا ده هنا اللي انا بتكلم عليه. بص الورق نفسه لونه ايه؟ الورق بيجي باللون ده. شوف الورق، تحس ان الورق حتى خامته غريبه شويه، تحس ان هو محبب كده. ده نوع من انواع الورق وبيبقى غالي يعني عاده. ده ما ينفعش عليه اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، ده ما ينفعش عليه تعمل له خلفيه الوان وجريدينت. لا، نوع الورق ده عايز حاجه هاديه جدا، عايز حاجه زي ما انتم شايفين حاجه كده لون واحد او لونين، عايز حاجه فيه امبوز، بيبقى جميل جدا في الكلام ده. فضروري تعرف نوع الورق زي ما اتكلمنا، وده راجع ان انت يبقى عندك عينات زي ما قلت لك معاك في المكتب او في شغلك او انت ماشي بيها، بحيث لما بتقابل العميل او بيجي لك يطلب منك تصميم بتعرض عليه الورق ده، لان العميل ما عندوش خبره في الكلام ده، فما بتعرض عليه بيقول لك انا عايز ده انا عايز ده انا عايز ده. برضه حاجه مهمه جدا، الورق ده ورق مش واخد اي طبقه لامينيشن او اي حاجه فوقيه، ورق على طول جاهز، فبالتالي الورق ده تقدر ان انت لو مسكته بايدك كده يقدر يتقطع. طبعا ما بيتقطعش بسهوله يعني، بس لو اضطريت او انت عايز فعلا تقطعه هتقطعه بايديك، لانه مش واخد اي طبقه فوقيه. تمام، مش طبقه زي طبقه البلاستيك، لو انت قدامك كارت دلوقتي وجيت مسكته في كروت وانت بتقطعها هتلاقي فيها طلع طبقه رفيعه كده زي البلاستيك، دي بنسميها لامينيشن. تمام، فالورق ده ما بياخدش الطبقه دي. فبالتالي لو انت مثلا جه العميل وقال لك اطبع لي ورق او اطبع لي كارت وخلي مكان فاضي مكان الاسم، لان في مندوبين هيجوا بعد كده وهنبقى بقى احنا ايه مثلا نكتب الاسم بالقلم، او نكتب هزود انا رقم تليفون فيما بعد، فايه هشطب القديم وازود رقم بالقلم. ففي نوع زي بتاع اللامينيشن ده لو جه كتب بالقلم الكتابه هتتمسح، فبرضه لازم تعرف الحاجات دي، لازم المعلومات دي تبقى موجوده عندك. طيب نيجي على النوع الاخر اللي هو بيسموه ارت مات، او النوع اللي هو كوشي، ده بيبقى ورق زي ما انتم شايفين كده، ده بقى اللي صالح ان انت تعمل فيه كل حاجه. يعني الورق ده بعد ما بيتطبع بياخد طبقه من اللامينيشن، وبعد كده بقى بتدي له بقى
جولد فويل بتدي له سبوت يو في، الكارت اللي فات اللي اتكلمنا عنه اللي فات ما بياخدش سبوت يو في، ده تقدر تاخد فيه الكلام ده، وغالبا بنسبه 80% ده النوع السائد من الورق يعني. ولكن النوع التاني برضه مطلوب جدا خصوصا للشركات الكبيره قوي ما بتحبش الزحمه والالوان. شفت هنا هو عامل الوان ازاي وعامل جريدينت وما فيش مشكله خالص، التاني ما بتعرفش تعمل فيه الكلام ده. في شركات بتطلب النوع التاني، شركات زي البنوك، الشركات العملاقة قوي او الحاجات اللي متحبش الزحمة في الشغل، الشركات العالمية بتحب الحاجات البسيطة دي، وانا عن نفسي بفضله جدا، ولكن طبعا بيبقى شوية غالي عن الكارت العادي ده شوية تحس ان هو تجاري اكتر يعني. واخر حاجة بتسألها العميل خدمات ما بعد الطباعة، حضرتك الكارت ده بعد ما يخلص عايز في حاجة، عايز في اوبشنات زيادة؟ يقولك يعني ايه اوبشنات زيادة؟ يعني عايز في دايكات، عايز في سبوت يو في، عايز في فويل، عايز في امبوز. طبعا زي ما احنا شايفين ده السبوت يو في وده الفويل وده الامبوز. لو تلاحظوا عشان في ناس سألت السؤال ده كتير جدا بعد الدرس اللي فات، مش قادر اتفرق ما بين السبوت يو في والفويل. طبعا الامبوز باين تحس ان هو حاجة بارزة عن الورق تقدر تتحسسه بايدك زي طريقة الكتابة بتاع المكوفين، لو حطيت ايدك على الورقة بتحسها نفس الطريقة. ده بالنسبة للامبوز اللي هو بيبقى بارز. طيب بالنسبة للسبوت يو في، قلنا السبوت يو في دي مادة لميع بتنزل على الورق بتدي له لمعة زي ما انتم شايفين كده. اللمعة دي انا اللي بحددها، بحدد الشعار ده هيبقى هو واخد اللمعة دي، اسم الشخص هو اللي واخد اللمعة دي. ولكن الفويل ده حاجة زي ما انتم شايفينها، لو قربت شوية كده تحس ان الفويل ده، عشان كده بيسموه في بعض الدول زي ما قلنا بصمة، تحس ان الكلمة دي نفسها، او بص كده على الكلمة وعلى تحس انها بصمة كده محفورة جوه الكارت نفسه، وبتاخد بعض الالوان منها المتعارف اللون الذهبي، وزي ما قلنا في منها السيلفر وفي منها اللون النبيتي او الاحمر الغامق وهكذا، ولكن المتعارف قوي اللي هو الجولد فويل. فالفويل ده الفرق ما بينه وما بين السبوت يو في. وزي ما تلاحظ برضو الفويل بنستخدموه على نوع الورق اللي شرحناه من شوية، بيبقى كويس جدا في النوع ده. بكرر تاني والموضوع ده مهم جدا، ارجوكوا اللي يقدر ينزل المطبعة انزل المطبعة وشوف الحاجات دي على الطبيعة، صدقني والله هتفرق معاك جدا جدا جدا، هتفهم الكلام ده وفي نفس الوقت هتاخد عينات من الورق زي ما قلنا بحيث تقرف تتعامل مع العميل. خلينا برضو نشوف حاجة سريعة قوي 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 لموضوع السبوت يو في والفويل عشان تفهموه اكتر، معلش انا بعيد عشان تفهموا الموضوع ده، انا ما بقاش محضر دروس على فكره، الدروس دي مش جاهزه، ولكن انا بحضر الدروس بناء على الاسئله اللي بتجيلي. يعني انتوا سالتوا كتير مش عارفين الفرق ما بين السبوت والجولد، فبالتالي تكين عليها في الدرس دي شويه عشان تثبت عندكم، لان في الدروس الجايه هنخش على طول في الشرح العملي. فانا ليه بدات كده اشرح؟ لان ما اجي اشرح في الشرح العملي هقول لك لو سمحت احنا عايزين اللوجو ده جولد، لو عايزين سبوت، الكلام ده كله، فهتبقى مش عارف هتقول لي يعني ايه جولد وسبوت. فكان لازم نعلق عليهم كويس وتفهموهم قبل ما نخش في الشرح العملي. بص سريعا كده على الفيديو، خفيف جدا جدا، وده خاص بالسبوت يو في. وزي ما قلت لك اي معلومه مش عارفها ادخل على جوجل واكتب، او ادخل على اليوتيوب زي ما انا كتبت كده، اكتب سبوت يو في بزنس كارد، هيطلع لك حاجات كتير عشان تشوفها. تعالوا بصوا، ده السبوت يو في، تحس ان في لمعه، بص شايفين اللمعه دي هنا، اللوجو نفسه عمله على الخلفيه من غير ما يكون في طباعه. قلنا السبوت بينزل على الطباعه نفسها او مباشره دايركت على الورق، ما بيبقاش في طباعه ما بينهم، وده برضه هنشوفه مع بعض. فهو هنا منزل على طول الشعار على الخلفيه، بصوا برضه هنا السبوت، اظن الموضوع واضح قوي، هو هنا طبع بعد ما طبع اللوجو قام جاي منزل عليه السبوت. هنا السبوت نازل دايركت على الورق، فواخد خلفية الورقة الشفافة مفيش حاجة مطبوعة، ولكن هنا هو طبع، خلينا وقف، ولكن هنا هو طبع اللون او طبع اللوجو بألوانه اللي هو اللون الجري واللون الازرق ده مثلا، وبعديه قام جاي مديله السبوت اللي هي اللمعة اللي انت شايفينها، فواضحة جدا اللمعة، فهو ده السبوت اللي احنا نقصده، اسمه سبوت يو في، حاجة بتسلط عليها الضوء زي ما انت شايفين كده. طيب امال ايه بقى الفويل؟ الفويل زي اللي هنشوفه في الفيديو بالظبط ده هو دلوقتي هنا عامل فويل، ولكن منزله جولد فويل اللي هو اللون الذهبي. تعالوا بصوا، بعد ما الطبع خلاص نزل الفويل اللون الذهبي، بص اللون الذهبي عامل ازاي. اللون الذهبي ده انت ما تقدرش تحصله في الطباعه العاديه، يعني لو جيت عملت لون ذهبي على البرنامج مش هتلاقيه، مش موجود بنفس الدرجه اللي بيطلع بيها الفويل اللي بيبقى سبيشال او خاص لوحده. باين جدا انا في المطبوعات دي يعني ايه فويل، يعني الحاجه المحفوره او البصمه اللي لونها ذهبي زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلنا واتكلمنا هو بيبقى رول كده، رول لونه ذهبي او لونه سيلفر او حسب اللون انت بتختاره، هو هنا مختار لون ذهبي تمام، وبتحط الرول ده في المكنه وبتدي تحط الورق بتاعك يطبع هنا، بعدين بينزل بالورق على الشكل ده. اظن واضح جدا اللون الذهبي عامل ازاي اما اتعرض للاضاءه زي ما انتم شايفين، ده الجولد فويل اللي انتم شايفينه ده.
هتقولي هو فيه لمعة، اه فيه لمعة شوية بس مش زي الاسبوت، ده بيدي لمعة للون نفسه، للجولد نفسه، زي الرول ده، الرول ده بيتحط كده وبينزل على الورق زي ما انتم شايفين دلوقتي. اظن واضح جدا هو هنا نزل الجولد فويل على الشعار او على اسم الكتاب اللي هو بيطبعه، فواضح جدا ان ده الجولد فويل. تمام كده اظن خلصنا موضوع الجولد فويل والفنيات دي، اظن المفروض انتوا كده فهمتوها وعرفتوها عشان لما نخش ان شاء الله الدروس الجايه تبقوا عارفين احنا كنا بنتكلم عن ايه. طيب السؤال اللي هيدور في بالك دلوقتي، هتقولي طب كل البيانات دي انا هقعد املاها ازاي من العميل؟ هل هاخد بقى ورقه وقلم واقعد اكتب كل الكلام ده؟ طبعا لو العميل مباشره قدامك في المكتب عندك او في الشركه عندك او انت رايح له، ممكن تكون محضر انت قبل كده فورم زي كده تبتدي تديها له، تقول له اتفضل زي ابلكيشن كده ابتدي املا لي الحاجات دي او اديني المعلومات دي، يبتدي يكتب لك اللي هو عايزه او يبعت لك الحاجات دي. طبعا ما عادش بقى موضوع الكتابه باليد انتهى، او ان هو يبعت لك الحاجات دي مباشره على ايميلك. طب هيبعتها هو ازاي ما هو مش عارف؟ هنا هنروح لحاجتين مهمين جدا. انت ممكن تعمل الفورم بتاعك ده عن طريق الادوب بي دي اف او الانديزاين او الادوب اكروبات. انا عامل حاجه سريعه جدا جدا جدا، طبعا شكلها سيء ولكن عملتها بسرعه جت في بالي بحيث ان انتوا تشوفوها. انا مصمم حاجه زي دي بتتعمل عند الانديزاين، الانديزاين بيعمل الفورم اللي بالشكل ده، تحط اي تصميم انت عايزه وتبتدي هنا تعمله ملف ان هو يبقى العميل يقدر يعدل عليه. ده تقدر تبعته للعميل على الايميل، فبالتالي يختار مثلا شعار الشركه، ممكن تكتب هنا موجود غير موجود، هل تريد تصميم شعار جديد، وتكتب هنا اختيار بحيث ان هو يضغط كده او يضغط كده، اسم الشركة ايه، يبتدي هو يحط اسم الشركة، يقول لك اسمها مثلا اي حاجة، يبتدي يكتب اي بيانات هو عايزها. طب اسم الشخص ايه حضرتك، تقول له والله اسم الشخص مثلا محمد خيال مثلا، المسمى الوظيفي ايه، يقول لك المسمى الوظيفي كذا، طب رقم الهاتف ايه، تكتب له رقم الهاتف، رقم الايميل ايه، يبتدي يكتب لك هو رقم الايميل. ممكن تحط هنا بيانات تانية طبعا كتير، انا بقول لك عامل ده حاجة على السريع. ممكن تحط هنا ايقونة تكتب ان هو برينت مجرد ما انت تخلص لو هو بعته لك على ايميل، وتضغط كده على ايقونه يبتدي الملف ده يتطبع بشكل مباشر. فالموضوع ده مفيد وجميل جدا، وده ان شاء الله هنتكلم ازاي تعمل فورم وحاجات زي كده على برنامج الانديزاين. طيب اللي مش شغال انديزاين واللي ما عندوش فورم والكلام ده كله ومش عارف يتعامل معاه، في طريقه تانية اجمل وانا ارشحها لك في الفتره الحاليه اللي انت شغال فيها يعني، الا وهي ايه؟ انا عايزك تخش على اليوتيوب، هنا في قناه جميله جدا اسمها برو فيجن ستوديو، لو دخلت عليها وبحثت هتلاقيها، قناه ممتازه جدا جدا بتاع الاستاذ ايمن مختار، قناه مهمه بتتكلم برضو عن موضوع الدعايه والاعلان وشرح البرامج. هو هنا عامل محاضرات اسمها 3 في 1 ازاي تصمم بيزنس كارد، سواء على الفوتوشوب على الانديزاين على الاستريتور، عشان تعرف الفرق ما بينهم اللي كنت بتكلم عليه الدروس اللي فاتت، اصمم الحاجه دي على ايه. فلما تستخدم الثلاث برامج زي ما هو بيشرح وجهه نظره هتعرف ان هو الاسهل بالنسبه لك انت. طبعا انا من مدرسه ان انا ما بحبش الفوتوشوب في الحاجات دي طبعا زي ما قلت لكم قبل كده. فهو هنا عامل حاجه جميله جدا، عامل فورم عن طريق الجوجل. الجوجل على فكره بيبتدي تعمل عليه فورم او استبيان او ايا كان ايه الموضوع، فهو عامل حاجه زي كده. لو دخلت برضو على وصف الفيديو عنده هنا في القناه بتاعته، هسيب لكم اللينك بتاع القناه اسفل الفيديو. هو هنا عامل برضو زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مواقع الالوان تقدر تخش عليها، مواقع للخطوط برضو لو عايزها، مواقع للاستلهام. فهو هنا عامل الفورم الخاص بالتسجيل، لو ضغطت عليه كده على الجوجل هيوصلك للصفحه دي. هو عامل الصفحه دي، الصفحه دي انت بتبعت اللينك بتاعها للعميل، سواء لينك زي اللي انتم شايفينه ده او لينك مختصر، فبتبعته له فبيبتدي العميل يملى البيانات دي. لو تلاحظوا هو هنا عامل الهيد بتاع الشركه بتاعه، فبالتالي عمل كمان دعايه للشركه بتاعته، احنا بنعمل ايه، رقم تليفوني، اسم الشركه، يبتدي بقى العميل يبنى البيانات دي. اسم العميل يبتدي هو ايه، يكتب مثلا سواء عربي انجليزي محمد خيال، هاتف العميل تبتدي تكتب الهاتف بتاعك، البريد الالكتروني يبتدي يكتب، اسم صاحب الكارت هنا بقى البيانات اللي مطلوبه، فيبتدي يكتب العميل اللي هو عايزه زي ما انتم شايفين كده. ويجي بقى عن استفسارات، هو الكارت ده وش ولا وشين زي ما قلنا، وجه او وجهين، يبتدي يعلم هنا، يبتدي العميل يقول له عايز يستخدم صور ولا لا، ممكن يقول له لا، اه في ناس بتحب صور في الكروت، اللغه عايزه عربي ولا انجليزي ولا الاثنين مع بعض. في شوية ملاحظات هو عايز يعملها، لو سمحت خلي بالك من كذا، انا بحب اللون الكذا، انا عندي الديكور في المعرض او في الشركة مستخدم فيه اللون الاورنج، فحاول تخلي الكارت فيه اللون الاورنج. يبتدي العميل يكتب لك البيانات اللي هو عايزها، نوع الطباعة برضو بتختار نوع الطباعة، هتبقى اوفست ديجيتال، هتختار خامة الورق اتكلمنا فيها برضو، هتختار عدد الالوان زي ما اتكلمنا. فالفورم دي مهمة جدا وجميلة. هنا برضو حتى بيانات التحويل، على فكرة بقى بيانات التحويل دي حاجة مهمة قوي قوي قوي، وكل المبتدئين بيقعوا في المشكلة دي،
يا شباب ما تشتغلوش اي حاجة، ما تمسكش الماوس وتفتح البرنامج غير لما تكون معاك عربون من الشغل بتاعك. في ناس بتبتدي تشتغل وتصمم وتبعت للعميل، العميل ما يردش عليا، العميل بعد ما بعت له التصميم لقيته طبعه واتفاجئت طبعه في مكان تاني. ليه؟ لان انت مش مأمن نفسك من الاول. ما تشتغلش نهائي غير لما يبقى معاك عربون، نص العربون معاك والنص التاني عند التسليم، غير كده ما تشتغلش اطلاقا اطلاقا اطلاقا. فالموضوع ده مهم قوي، فلازم تعرف انت هتستلم بياناتك ازاي لعميل المبلغ اللي هيدفعه قد كده. الميزة في الفورم بتاع جوجل هنا، وده سهل، تقدر لو انت مش عارف تعمله اكتب بس على الجوجل ازاي تعمل فورم تبع جوجل، هتلاقي مواقع كتيرة جدا جدا بالعربي شرح الموضوع ده وفيديوهات كتيرة قوي قوي. موضوع جميل طبعا، وتقدر تغير انت التصميم والالوان والهيد اللي فوق ده وتغير البيانات دي حسب ما انت عايز. الجميل في الموضوع ان انت، هنقول ان انت بعت اللينك ده للعميل عندك والعميل ملى البيانات دي، وبعد ما خلص هيعمل ايه؟ كل ما هو مطلوب من العميل ان هو يضغط هنا على ارسال. اما يضغط على ارسال هيجي لك كل البيانات دي على الايميل عندك منظمة بطريقة جميلة جدا، الاسم كذا، التليفون كذا، الايميل كذا. فبالتالي الموضوع سهل، انت تاخد كوبي وبيست من البيانات اللي كتبها العميل وتبتدي تحطها قدامك في التصميم. كمان الموضوع ده بيحميك من حاجة مهمة جدا، لان ما تعتمدش بقى زي زمان ان العميل هيمليك البيانات في التليفون. اكتب عندك رقم 050 مش عارف ايه، في رام رقم ما سمعتوش، في حاجة انت سمعتها غلط، بدل ما تسمع 3 سمعت 2. فبالتالي انت كده بتحمي نفسك كمان، لان ده مرجع عندك لو حصل لا قدر الله خطأ في التصميم وجي قال لك لا انت كتب الرقم غلط، انت كتب الايميل غلط، والله حضرتك انت اللي بعت لي البيانات دي. طب هنرجع، يبقى عندنا مرجع دلوقتي، هتفتح الايميل وتلاقي ان الحاجة دي جاية لك بشكل رسمي من العميل، تقول له اهو انت ده الفورم اللي انت مليه وانت اللي كاتب ده بايدك، انت اللي بعتهولي. فهنا خرجت نفسك من حتة الصح والغلط. فموضوع الفورم ده مهم جدا، خشوا واعملوه واعرفوا ازاي بتعمل. خد برضو فكرة عن القناة هتفيدك جدا، وقناة ممتازة. نحاول برضو ندعم القنوات العربية اللي بتقدم محتوى مفيد، بقرر تاني اللي بتقدم محتوى مفيد ومحتوى محترم وحاجة فعلا بجد، نحاول ندعمها مع بعض. فخشوا وخدوا فكرة عن القناة. طيب تعالوا مع بعض بقى نرجع برضو لموضوعنا ونتكلم عن انواع البيزنس كارد اللي احنا اتكلمنا فيها. خلينا نبص خصوصا على موضوع اللونين والاربعة لون، لان الناس دي اتكلمت في الموضوع ده كتير. انا بحاول ارد في الفيديوهات عن الاسئلة اللي بتجيلي عن طريق الفيسبوك دايما، والاسئلة اللي بشوفها في التعليقات، فخلينا نرد عليها بشكل عملي. حاجة زي كده، ده انا عندي دلوقتي بيزنس كارت بالشكل ده، حلو. ده شركة اسمها دو، شركة اتصالات معروفة، ده الشعار بتاعهم باللون ده. فبالتالي ما جم عملوا بيزنس كارت زي ما انتم شايفين وطلبوا انهم يعملوا بيزنس كارت، اتعمل الكارت بناء على اللون بتاع الشعار بتاعهم. وزي ما انتم شايفين هنا في داي كات اللي هي الكيرفات اللي في الجنب دي، وكل ده ما تقلقوش، هنشوف يتعمل ازاي في الدروس الجاية وهنتكلم عنه بالتفصيل. ولكن اللي بتكلم فيه دلوقتي ان هنا الشعار بتاعي باللون ده، وانا جيت كتبت البيانات بتاعي باللون الاسود، فاصبح ان مفيش داعي ان انت تعمل الكارت بتاعك اربعة لون. ليه؟ لان الكارت بتاعك ده يمشي اتنين لون. هتقولي طب ما انت عندك اللون ده وعندك اللون الاسود وعندك هنا في الظهر اللون الجري. اللون الجري ده مشتق من اللون الاسود، مش انت لو جيت كده مسكت اللون الاسود ده، هنا الاسود ده 100%، حلو. لو انا خليت الاسود ده 50% وتقولت له اوكي بقى جري، فاصبح ان هو برضه من نفس درجه الاسود. فانت هنا ما خرجتش عن اللونين دول، اللون الاسود واللون اللبني او الازرق اللي قصادكوا ده. فهنا مفيش داعي ان انت كنت تعمل كارت اربع لون، الكارت هنا اتعمل اتنين لون بشكل احسن، ده راجع للتصميم، حلو. طب ليه عملته اتنين لون؟ اتنين لون يا جماعه يعني اتنين لون، لون خاص، لون سبيشال. اتكلمنا برضه عن موضوع الالوان في الدروس اللي فاتت، يا ريت اللي ما تابعهاش يتابع كورس التصميم، الكورس الاستريتور الاساسي، اتكلمنا فيه عن الالوان كتير قوي يعني. طيب هنا انا عملت ليه اللونين؟ اولا انت خرجت من حاجتين، اولا او اساسا انت كده وفرت لانك عملت لونين بدل اربعه لون. تاني حاجة ودي الأهم عندي، إن أنت حافظت على اللون ده. الشركات دي يا جماعة عندها بالنسبة اللون بتاعها ده لون حاجة ثابتة، حاجة ما ينفعش تتغير، ما ينفعش المرة الجاية أما تيجي تطبع، إن هو طبع المرة دي كده، ما ينفعش المرة الجاية ما يجي يطبع يلاقي إيه اللون غامق شوية كده، لأ هو محافظ على اللون بتاعه بالظبط، هو عايزه باللون ده المفروض ما تغيرش فيه. فهنا بتخش بقى في حتة إن أنت تعمل اللون بتاعك لون خاص، سواء لون بانتون أو لون خاص، واتكلمنا برضو في الموضوع ده قبل كده وهديكوا فكرة عنها بسيطة. طيب لو جينا مسكنا اللون ده وفتحناه هنلاقي ان اللون ده مكون من ايه؟ من السيان والماجنتا، تمام؟ اصبح ان هو اتنين لون. ولكن لو انا عملته بنتونة بالمنظر ده، لو جيت هنا وفتحت البنتونة هتلاقي ان في بنتونة هنا، اهي البنتونة دي واخدة رقم،
الرقم ده بنجيبه منين؟ قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها بانتون كولر بتفتحها، ده رقم البانتون اهو. الرقم ده بيبقى مفروض موجود عندك، او البانتون كولر دي موجودة عندك لو انت اشتريتها، ده رقم واحد في العالم كله لو انت اخترته. لو جه حد طبعا النهارده في الامارات هيلاقي نفس اللون لو فتح البانتون كولر ده، لو في مصر فتح ولقى درجه اللون ده بحث عنها هيلاقي نفس الدرجه دي، لو في امريكا طبعا وفتح البانتون كولر هيلاقي نفس الدرجه دي. فده اصبح ان ده حاجه ثابته ما بتتغيرش. طب حد هيقول لي انا ما عنديش بانتون كولر او مش قادر اشتريها لان سعرها غالي، طب اعمل ايه في الحاله دي؟ اعمل الكارت او اعمل اللون بتاعك لون يكون من لون واحد بس. بنعمله ازاي الموضوع ده؟ بنعمله ان انت، هنفترض ان انا عندي لون زي ده ماشي، خلينا نخش مثلا على لون تاني وليكن زي اللون الاحمر. اوكي، شوف اللون الاحمر ده مكون من ايه؟ من الاربع الوان اهو. لا انا مش عايزه يتكون من الاربع الوان. هتقولي برضو ليه؟ لان احنا عايزين نحافظ على الدرجة اللي احنا هنختارها دي. يعني ايه نحافظ عليها؟ يعني انت وانت بتطبع لقيت ان الدرجة دي غامقة شوية وعايز تفتحها، لو قلت للعامل فتح الدرجة دي، سواء انت واقف جنب العامل او اديته برينت اوت يعني طبعت له بروفا، فهو شايف بعينيه التصميم عامل ازاي، فلقى ان اللون ده اللي هو طلعه من المكنة مش مناسب، اللون غامق او اللون فاتح، فبيعمل ايه؟ بيبتدي يغمق او يفتح عشان يوصل للدرجة اللي انت عايزها. ولكن هو كده واقف حتة تانية خالص ودخل نفسه في مشكلة، لو هو بدأ يفتح او يغمق، فبالتالي اللون ده متكون من الدرجات دي، فلو فتح شوية الاحمر او الازرق هتلاقيه اثر على باقي الالوان، هتلاقي الاسود بقى افتح او بقى باهت، هتلاقي الاصفر اتغير دخل على الاورنج، فهو مش قادر لما بيظبط حاجة من دي التانيين بيتغيروا، لان اللون ده متكون من اربعة لون. ولكن لو انا عامل لون خاص او لون بانتون، فاصبح ان ده متكون من لون واحد بس، المكنة بتشوفه لون واحد بس، فبالتالي لو غمق او فتح ده بس اللي هيتأثر، بقية الالوان مش هتتأثر. طب قلنا ازاي نعمل الكلام ده؟ ده دلوقتي نازل هنا في الاربعة لون. بمنتهى البساطة ان انت ممكن ترمي اللون بتاعك ده كده اللي انت اخترته هنا كده وتضغط عليه، عفوا بنرمي اللون من هنا ونضغط عليه دبل كليك، وبتخلي اللون ده ايه، تقول له لو سمحت خلي اللون ده اثبوت كولر، هنا بروسيسور كولر يعني هينزل في الاربعه لون، وبيقول لك ان هو مكون من السيان والماجنتا واليولو والبلاك، الموضوع ده اتكلمنا عليه قبل كده بس برضه خلينا نتكلم عليه تاني معلش. فهدخل هنا واقول له اثبوت كولر، وممكن كمان تسميه، خليه مثلا نسميه خيال عشان اوريكم ايه الفرق دلوقتي. حلو، وقلت له اوكي واخترت اثبوت. بصوا اللون الاول كان عامل ازاي، ما كانش عليه العلامه دي، شايفين العلامه الصغيره دي، السهم الصغير ده، هنا اصبح ان اللون ده البرنامج بيقول ان اللون ده لون خاص، سواء لون بانتون او لون انت عملته بنفسك سبوت، ومطلع لي اسمه اهو. تعال بص على فرز الالوان قبل ما تطبع. لو جينا هنا وجيت شغلت الاوفر برينت بريفيو، هتلاقي اللون بتاعي اهو نزل لوحده خالص، اسمه خيال، شايفينه؟ لو ما كنتش انا عملت ظبط وسميته كان هينزل مع الاربعة لون. يعني تيجي تطفي السيان تلاقي اللون ده فيه، تيجي تطفي المازينتا تلاقي اللون ده فيه، زي هنا كده. بصوا تحت، خلينا نجيب ده معايا ونجيب الاورنج. بصوا الاورنج هنا اما بطفي السيان بيأثر فيه، اما بطفي الباجنتا بيأثر فيه، المفروض ان هو لان انا عامله نازل في الاربعة لون، اما بطفي اليلو بيأثر فيه. ولكن تعالى بص انا عمال اطفي دول ما بيأثرش في ده ليه؟ المفروض مش ده داخل في الاربعة لون، لان انا عملته حاجة اسمها سبوت بقى لوحده، وصل ما بطفيه لوحده، فاصبح ان المكنة وانت بتفرز هتفرز ده لون لوحده، مش هينزل في الاربعة لون. اتمنى نكون فهمنا الحتة دي وعرفنا ايه الفرق ما بين اللونين والاربعة لون، وليه اخترنا لون وليه اربعة لون. دي بترجع برضو زي ما قلنا للتكلفة، وبترجع للشغل اللي قدامك. الشغل اللي قدامي ده لا يستلزم ان هو اربعة لون، بالعكس ده لو انا عملته اتنين لون احسن لي انا، لان كده اتحكمت في الدرجة اكتر. طيب تعالوا برضو كارت زي ده لو تشوفوه، ده ممكن يمشي اتنين لون. هتقول لي ازاي؟ لانه في هنا الاورنج وفي منه الجراي والاسود، فمش محتاج الوان زياده. طب الجراي ده جه منين؟ قلنا الجراي ده جه من الاسود، فبالتالي مفيش داعي ان انت تخلي الاورنج ده لو فتحت، مفيش داعي ان انت تنزله في اللونين كده، لا اعمله بس سبوت كولر زي ما قلنا وينزل لون واحد بس. وده برضو اللي مش فاهم هنسلط الضوء اكتر على الموضوع ده واحنا شغالين ان شاء الله الدروس الجايه. برضو التصميم بيفرض عليك الموضوع ده، هو العميل شاف التصميم ده وقال لي اوكي بالمنظر ده، فبالتالي قبل ما ببعت التصميم للطباعة ببتدي انا اقول ليه لا ما عملوش اتنين لون، مفيش داعي. ولكن كانت ممكن
وانت شغال يقول لك العميل لو سمحت انا مش عاجبني الايقونات دي. ليه يا سيدي؟ مش حلو، انا عايز الحاجه تتحط بالوانها. يقول لك يعني ايه تتحط بالوانها؟ فرضا ان هو حاطط ده مثلا ده الانستجرام بتاعه، فانت عامل له صوره الانستجرام لون واحد كده، لا هو مش عايزها كده، هو عايزها بشكلها. فبتروح انت تجيب الايقونه بتاعتها. طبعا هنا عندي مكتبه خاصه بيا زي ما اتكلمنا في الموضوع ده، كل مصمم لازم يبقى له مكتبه خاصه بيا. انا عامل ملف زي ده حاطط فيه الشعارات اللي انا بحتاجها سريعا عشان اخدها كنترول سي كنترول في على طول، بدل ما افتح النت واقعد ادور عليها. طبعا هقول لكم ازاي تجيبوها من الانترنت وتدوروا عليها، ولكن فرضا ان انا كده سريع بالنسبه لي، او ان انا ما عنديش نت مثلا وانا شغال حصل حاجه فما اقفش واعطل. فانا اصبح ان انا جبت اللوجو ده وليكن خدناه كنترول سي كده، خليني اقفل دي خلاص ما عادش محتاجها. وجيت هنا قال لي لا انا مش عاجبني الانستجرام والايقونات دي، انا عايزها ايقونات بالوانها. فجيت حطيت شعار الانستجرام هنا كده هنفترض مثلا، وفوقيه حطيت برضو شعار الفيسبوك لو هو قال لي اعمل لي شعار الفيسبوك. اوكي، اصبح ان انت كده خلاص دخلت في الاربعه لون. ليه؟ لان ده في هنا جريديانت وفي الوان. يبقى ما تقوليش بقى انا هعمل الشغل ده اتنين لون، لا انت كده خلاص التصميم اجبرك ان انت تعمله اربعه لون، لان اتحط فيه حاجات فيها الوان كتير، فبالتالي انت دخلت في قصه الاربعه لون. انت الكارت زي ده برضو كارت اتصالات معروفه جدا، هنا دايما اتصالات بتطبع شغلها الوان خاصه زبط الوان بانتون، لان الشعار بتاعها دايما بتحافظ عليه، مش عايزه تغيره، مش عايزه مره يتعمل كده والمره الجايه يطلع غامق. الكروت بتاعتها ساده وكويسه وكروت بسيطه جدا، فبالتالي ما فيش داعي ان انت تعمله اكتر من كده، يكفي جدا ان انت تعمله الوان خاصه زي ما قلنا. لو جيت فتحت البانتون هتلاقي الالوان اهي، دي الالوان بتاعه الشعار نفسه بانتون. مميزه بايه؟ مميزه بالجزء الصغير السهم الصغير ده، بيعرفني اول ما بضغط ان اللون ده لون بانتون، والدرجه بتاعه موجوده اهي طبعا. طيب نيجي على كارت تاني زي الكارت ده، هنا اجبرني خلاص ان انا باربعه لون. ليه؟ التصميم اجبرني كده، العميل هو اللي اختار الخلفيه دي، قال لي انا عايز خلفيه كانها ورقه قديمه شويه وعايز الوان في الخلفيه. فبالتالي خلاص انت كده، دي صوره على فكره، دي صوره، فبالتالي انت كده اجبرت ان انت خلاص التصميم بتاعك باربعه لون. نو واي، ما ينفعش الكلام اكتر من كده. نفس الموضوع برضه، فالتصميم هو اللي بيجبرك انت هتعمله كام لون بجانب الشعار بتاع الشركه. برضه ما تقلقوش، الموضوع والله مش صعب خالص، جايز بس انا بديكم معلومات كتير، ولكن واحنا شغالين هتلاقي الموضوع بسيط قوي، الموضوع سلس، مش هتلاقي نفسك تحس انت هتقعد اسال العميل كل الاسئله دي، لا الموضوع مش هيبقى كده. هقول لك ازاي تجيبها له بطريقه بسيطه بحيث ان انت تحسش ان الموضوع معقد. طيب تعالوا نتكلم على حته تانية جميله جدا، وهو موضوع الالوان. لو انت بتصمم لوجو دلوقتي، هنفترض ان العميل قالك انا ما عنديش لوجو وصمم لي انت لوجو، والسؤال ده اتقال في الجروب من يومين، امتى استخدم الجريدينت في الالوان في اللوجو؟ في ناس بتقولك ممنوع تستخدم الجريدينت في اللوجو، ده شيء غير احترافي. لا، هو الموضوع مش كده، هو الموضوع بيتقاس ازاي. استخدم جريدينت زي ما انت عايز في اللوجو، ولكن دايما وانت بتبني الشعار بتاعك اعرف ان الشعار بتاعك ده هيتحط على جميع المطبوعات، هيبقى على شغل أربعة لون، هيبقى على بوردات في الشوارع، هيبقى على الورق، على بيزنس كارد، هيتعمل ختم، هيتعمل جولد فويل او هيتعمل بصمة. فبالتالي انت محتاجه لون واحد، لان البصمة والحاجات دي بتبقى لون واحد بس، تمام؟ فامتى اما انت تعمل جريدينت الشعار ما يتأثرش اما يتحول للون واحد؟ فدايما وانت بتعمل الشعار بتاعك في الاخر حوله للون واحد. لو لقيته ماشي وينفع ان هو يتحول للون واحد، يبقى انت الشعار بتاعك كده ناجح. يعني ايه ماشي ويعني ايه احوله للون واحد؟ تعالوا نبص شعار زي شعار الانستجرام اللي قصادنا ده. ده الشعار الرسمي بتاعهم بينزلوه دايما بالالوان دي، مظبوط؟ تعالوا بصوا، هم حولوه لواحد لون، سواء هيطبعوه ختم او هيطبعوه ايا كان. الشعار انت قدرت كعين كمستهلك كجمهور ان انت تعرف ان ده شعار انستجرام، حتى بعد ما استغنى عن الالوان واستغنى عن الجريدينت قدرت تفرقه. فهنا الشطاره، هنا اللوجو ده فعلا يصلح ان هو يتعمل جريدينت ويتعمل واحد لون. تعالوا بصوا شعار زي شعار اتصالات. اتصالات دايما بتحط شعارها اما بتيجي تحطه على الاعلانات التلفزيونيه او المطبوعات الاربعه لون، بتحطه بالمنظر ده، ده جريدينت، ده شعار اربعه لون. ولكن تعالوا بص اما الشعار بتعمله في المطبوعات العاديه، هنفترض ان الشعار ده هي هتحوله واحد لون، حلو؟ خليكم معايا، خلاص هي هتحوله واحد لون لانها هتطبعه على فواتير او هتطبعه على ختم مثلا. فهي جت كده وعملت ده كده باللون الاسود، وخلت اللون ده طبعا درجه من الاسود زي ما قلنا، خلته 50% اهو، وجت برده خلت ده نفس الموضوع، فاصبح ان انت عندك الشعار ده. الشعار ده دلوقتي اتحول لايه؟ ابيض واسود، درجات الابيض واسود، جميل. وخلي ده كمان اهو اسود،
اصبح ان انت لو شفت الشعار ده من بعيد هل هتعرفه ولا لا؟ هتقدر تميز ان ده شعار اتصالات ولا لا؟ هتقدر بمنتهى السهوله رغم ان هو اتخلى عن الاربعه لون وعلى الجريدينت والكلام ده كله وخلى لون واحد، ولكن انت كمستهلك قدرت تعرف ان ده شعار اتصالات حتى بعد ما هو اتغير لونه. في نفس الوقت تقدر ان انت تستخدم الشعار ده في المطبعات الواحد لون مش هيتاثر. طيب تعالوا برضو شعار زي ده، بصوا هنا استخدموا اربعه لون وجريدينت واضح، ساعه ما حوله لواحد لون اهو، لو حوله واحد لون اسود بس هيعملوا ختم او هيعملوا فاتوره، برضو انت قدرت تعرف ان ده الشعار بتاعهم، مفيش حاجه اتغيرت. فهي هنا الميزه، هنا مفيش مشكله استخدم جريدينت، ولكن اعرف ان انت لو شلت الجريدينت هل هياثر على الشعار ولا لا. برضو شعار فودافون نفس الموضوع، كانت الاول بتعمله بالمنظر ده تحس ان هو في 3 دي شويه، طبعا هو جريدينت بس هنا الداك تاثير ال 3 دي، ولكن لما حولته لون واحد وحولته حاجه فلات الناس كلها دلوقتي بقت بتتدجن الموضوع ده، ده الشعار اللي حولته جديد بقى فلات عادي جدا ما تاثرش، انت عرفت تميز ان ده بتاع فودافون. ولكن تعالوا بقى للشعار ده بصراحه يعني معلش يعني انا مش بنتقد طبعا حاجه، ولكن كان غير موفق تماما هنا. ليه؟ لانه عمل شعار بالمنظر ده، الشعار كله الوان، الشعار كله فيه فيزر هنا كده، حاجه مش واضحه. يعني ايه مش واضحه؟ يعني هو جميل جدا في الاربعه لون وفي الاعلانات التلفزيونيه، ولكن اللي انا مش قادر افهمه هو ما بيجي يطبعه جولد فويل او بيجي يطبعه لون واحد بيطبعه ازاي؟ هنفترض زي ما قلنا شعار فودافون، انت لو شلت كلمه فودافون هتعرف ان ده بتاع فودافون، لو شلت كلمه اتصالات هنا هتعرف ان ده بتاع اتصالات، صح؟ لو انا مسحت ده انت عرفت بتاع اتصالات، ميزته عن طريق الايقونه نفسها. ولكن تعالى للشعار بتاع شركه الاتصالات السعوديه، هنفترض ان هنا مفيش هنا مثلا الكلمه بتاعتهم بس الشعار ده، وحولوه لواحد لون، عملوه واحد لون، هل هتعرف تميز ان ده بتاعهم؟ مستحيل تعرف. يعني تعالى بص كده اهو، هنفترض ان هو كده وهم شالوا الاسم ده لان هم بس بيستخدموا الايكون فقط لا غير، انت مش قادر تميز ان ده بتاعهم، انت حاسس ان في حاجه سودا محطوطه مش عارف ايه هي. فهم هنا كانوا غير موفقين تماما لان هو عمل بنى الشعار بتاعه كله على الجريدينت زي ما انتم شايفين. فبالتالي مش مفيش مشكله زي ما قلنا استخدم جريدينت في الشعار بتاعك، ولكن اعرف تماما وانت بتعمل الشعار هل هينفع ان هو يتحول لما يتحول واحد لون هل هيبقى واضح، تقدر تميزه ولا لا. في الشعارات التانية قدرنا نميزه، في الشعار ده ما قدرناش نميزه اما تحول واحد لون زي ما احنا شايفين. فهو كان غير موفق تماما في اختياره او تصميمه بالمنظر ده. بكده درسنا النهاردة يكون انتهى، ان شاء الله انتظروني الدرس الجاي، هيبقى ان شاء الله يوم الخميس القادم عشان في ناس تسأل على المواعيد. هنخش بقى بطريقة عملية، هنبتدي يعني نشوف ازاي نصمم اللوجو بتاعنا، وازاي لو العميل عنده لوجو مثلا قبل كده قديم ازاي نبتدي نعالج اللوجو القديم ده او نحسنه له شوية، ونبتدي ازاي بقى نبتدي نصمم البيزنس كارت بطريقة عملية، وندخل فيه كل اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، ونفرقه ازاي ما نيجي نبعته للمطبعة، ونعرفه يعني ايه سبوتي في، يعني ايه جولد فويل، الكلام ده كله. انتظروني ان شاء الله الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.